إيمان عبد الكريم عوير، لاجئة سورية، بشتغل بشركة جرش من الأزياء والملابس. اسمي فتحية أبو جاد الله، أردنية الجنسية، أشتغل خياطة في شركة جرش الألبسة. إحنا بنشتغل هون مجموعة من البنات السوريات ومع مجموعة كبيرة من البنات الأردنيات، يعني إحنا زي الخوات. من خلال علاقتي مع البنات السوريات خلاني أتفهم المعاناة اللي بيعانوها هدول السوريات. لما يكون في عندنا ضغط شغل فعندي زميلاتي الأردنيات بيساعدوني، وأنا كمان نفس الإشي، يعني يوم بكون عندهم هم شغل أنا كمان بساعدهم. لأن حسيت أنه العاملات الأردنيات ساعدوا الستات السوريات، يعني إنهم تجاوزوا محنة بحياتهم، صاروا يعني مقبلين على الحياة أكثر. العاملات الأردنيات برضو تشجعوا للشغل، حسيت في عندي أعداد الصبايا عملها بتزيد. بنصح كل لاجئة سورية 18 وما فوق بتقديم تصريح عمل للخياطة، طبعا بيقدموا صورة شخصية وصورة عن البطاقة الصادرة عن طريق وزارة الداخلية. للمزيد من المعلومات حول تصريح العمل في قطاع الألبسة يمكن الاتصال بوزارة العمل أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو اتحاد نقابات عمال الأردن